طلاب وبعد غياب أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان طول روحك طول روحك طول روحك يا عمي. أعزائي المشاهدين المتابعين تحية عطرة، احنا متواجدين في ممشى البراك في كفر قرع من الناحية الشمالية في القرية، تابعونا واستمروا معنا وتفضلوا معنا نتعرف عليك. ميار سامر عسلي. أهلا وسهلا فيك ميار سامر عسلي. صح. حلو، شو بيك شو يعني صف انتي شو؟ أنا صف 12 بثانوية البلد بتعلم، عمري 17 وجاي أمشي بالتيالي. ما شاء الله، يعني بتعمل رياضة بهاي الساعات. بالضبط. ساعات ما قبل الإفطار. صح. قولي لي شو ناوي تتعلمي لقدام، في فكرة؟ إن شاء الله إنه إذا الله بيريد بتعلم بسيكولوجية. هذا موضوع هذا شيق ونفس الوقت صعب يعني. صح. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب اسمع يا يعني هسه السؤال بقول هيك يا ميارة. السؤال بقول عندي 6 بيضات كسرت ثنتين وطبخت ثنتين واكلت ثنتين، كم بيضه باقي؟ ثنتين. لا طولوا روحك فكري فيها، ما هيني 6 بيضات كسرت ثنتين وطبخت ثنتين وأكلت ثنتين، كم بيضة تبقى؟ 4. يعني شو يعني شو يعني ثنتين؟ يعني الثنتين اللي فكستهن أكليتهن وأكلتهن. فعلا فعلا الثنتين اللي انكسرن طبخناهن وكلناهن، هذول هن ثنتين، كم تبقى؟ 4. 4. يلا يسعدك، ما احلى هيك جواب. وإلك هدية من عند مراد سنتر لمواد البناء، يعني اشي خاص وحلو للبيت. كل عام بخير وانت بألف ألف خير، يعطيكم العافية، رمضان كريم. متابعين طولوا روحكم أعزائي المتابعين، احنا موجودين في رويال فيشن في كفر قرع الشارع الرئيسي، تحية معنا نتعرف عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف رمضان معك؟ الحمد لله. طب عرفنا على حالك. فوزي عبد المختار كابول. أهلا وسهلا فيك وأهل كابول كلهم، أهلا وسهلا فيهم وبيك أكثر. كيف رمضان وهالصيام؟ الحمد لله نحمد الله. يعني ألف خير. بخير ها؟ بألف خير. طيب هيك السؤال بقول لك هيك، بدنا نسألك هيك أحجية صغيرة لربما أنت تعرف الجواب ونعطيك هدية من رويال فيشن. تفضل. طيب هيك بقول، ما هي جنسية اللاعب كريستيانو رونالدو؟ اختيارات؟ برازيلي، أرجنتيني، برتغالي. 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 انت متأكد؟ اي نعم. انا بقول لك يعني مبروك عليك من رويال فيشن احلى هدية وكل عام وانت بخير. الله يبارك فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. من حشايا جينا عند الأمورة نتعرف عليك. هدى في فناتك. طيب يا هدى هسه احنا متفكين، اي صف انت؟ 5. شو صوتك حلو. اي واحد هوايات عندك؟ شو الهوايات اللي عندك؟ كرة قدم، رسم، وفي يعني اخرى. اوه هذا يعني ما شاء الله كرة قدم من البنات يعني في. طيب ايه والصوت الجميل في يعني بس اغني شوي شيء هيك يعني هسه مشان اعطيك خلص من حكاية هدية. لو شطرة بس سؤال احسن. سؤال طيب. سؤال احسن. طيب السؤال بقول هيك، كائن من الكائنات الحية تم تصنيفه انه من اكثر الكائنات ذكاء؟ الاخطبوط. لا اختيارات. اختيارات. اخطبوط، سمكة الكرش، الدولفين. واحد منهم. شرفاك. يلا جاوبي. طب قول. يلا جاوبي. دولفين. ماله الدولفين؟ أذكى حيوان صنع. فعلا الدولفين مزبوط. أما أنت وشوشتها يعني دولفين. مبروك عليك هدية من حتشايا ويعطيك العافية وشكرا لك وكل عام وانتم بخير.
عزة واحنا متمشين جينا نتعرف عليك. يا السلام عليكم. أهلين ميت مرحبا مساء الخير ام وليد ابو واصل. اهلا وسهلا فيك. كيف حالك يا عم وليد؟ الحمد لله نشكر الله على الدوام. من الله بخير بجنن. احنا معنا احنا رمضان شهر قبل رمضان احنا صايمين ولا الحمد لله رب العالمين ولا تقسم بين شو سكعس هسه هي يعني اخر نهار بس سكعت ما كانش برد يعني في النهار كان طبيعي الحلو الجو بكر طقس حامي هسه حولت فعلا حولت كان بس منيح مقبول لطيف بس رمضان زمان واليوم شو رايك انت كيفك بتوصف الاشياء؟ والله بوصف لك رمضان قبل احسن. هو رمضان رمضان ما تغيرش اشي طبيعي يعني ما تغيرش اشي بس اول احنا كنا قرابة بعض نحب بعض لقمتنا نكسبها بين بعض صحن الطبيخ انت تاكل من صحني وانا اكل من صحنك والحياة حلوة. اليوم تقرف مني وبقرف منك طولي روحك هاي يعني اختلفت المنظور مش هذا الموجود اليوم والله الابن يعني الاب ما بقدرش يمون على ابنه يعني بالإشي الطبيعي لا يعني الحمد لله رب العالمين. طيب يلا ألف نعم وخير بدنا نربحك إن شاء الله هيك يا شيء منيح. في حيوان أخرس شو هو؟ فيش له صوت. يا الله كنت عارفة هذا أكيد بتعرفي ولا شو باكي بدك تعرفي يا أم الوليد؟ نسيت. بدناش نقول لك مثلا الأسد بدناش نقول لك الزرافة بدناش نقول لك مثلا الغزال يلا واحد منهن. زرافة. أيوة هي زرافة مالها زرافة كليها يعني صدقت الحمد لله مزبوط الزرافة. ربنا يكرمك إن شاء الله وهدية من معلبات اللي هي من عدن عيدن وتحية لك يا الوليد وكل عام أنتم بخير. أنت بألف خير إن شاء الله ينعاد عليكم. آمين. كيف الهدية هاي بتأخذ؟ هسه بنعطيك اياها هسه بس انت بس بنروح على السياره هناك بنجيبها بنحط لك اياها بتاخذيها. اي طولوا روحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طول روحها كيف الحال؟ الحمد لله الله يسلمك يا عم عبد الرؤوف. الله يسعدك. عشان المشاهدين الاسم حسن محمد سلام زيد. ما شاء الله بتعمل رياضه في الممشى هذا. شو اسمه الممشى؟ ممشى كفر قرع الجديد اللي بالجبل بالجبل البراك بيقولوا له البراك ما شاء الله عشان الوادي اسمه البراك برضه بالطبيعه. الحمد لله. كيف رمضان؟ رمضان الحمد لله السنه اجى سنه يعني سهله ورمضان انا بالنسبه لي يعني كل سنه بيجي سهل والحمد لله رب العالمين. هاي فريضه من اركان الاسلام واحنا الحمد لله رب العالمين. يعني انت بتتمتع في الصيام؟ بتمتع جدا لانه انا مؤمن بالله وبحب الصيام وهو في صعوبات انه جوع عطش اما لانه فرض احنا ما نحسش فيه وما ننبسط له. بتعود الواحد بتعود برضه يعني ما شاء الله 100%. طيب بدنا أسألك سؤال من البرنامج معشي. ما هو شعار الولايات المتحدة الأمريكية؟ أقول لك خيارات. الشعار هو أولا النسر الأصلع تمثال الحرية الثور. أنو من هنا؟ بعتقد النسر الأصلع. هي النسر الأصلع منين جايبها يا زلمة؟ منين جايبها يا الله؟ ولا منين جبتها؟ شو بقول لك يعني ألف مبروك عليك أحلى هدية من أبو كريم سنتر تسويق أدوات كهربائية بإدارة أيمن عسلي. تفضل. الله بارك بيكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وأنا انبسطت لما شفتك عمامي عبد الرؤوف وأحمد. الله يرضى عليك الله يخليك وطور روحك. وأنتم بخير. وأنت بخير وإحنا بنقول لك طور روحك. مطور روحي عمل مشاوير مبين على رياضه رياضه الطرف عليك عشان المشاهدين غدا نخاس. يعطيك العافيه. كيف رمضان؟ عافيك. الحمد لله. منيح يعني طريق طري هو من ناحيه الطقس اما هي اجواء حزينه مش انه بسبب الظروف والاشياء اجواء مش لطيفه مزبوط مش لطيفه اما من ناحيه الجو يعني معتدل منيح ومن ناحيه وقت. طيب كيف الرياضه بتتعبي مبين؟ لا الحمد لله متعودة بما انها هاي بيقولوا لها الساعة الذهبية هاي الساعة الذهبية كثير الساعة الذهبية مفيدة. يلا منيح. بدنا نربحك من مجوهرات ابو فول هيك ان شاء الله بس ركزي معي وطولوا روحك مشان هذا السؤال. كم يبلغ عدد الناجين من سفينة التيتانيك؟
اللي هني في خيارات هسه بتيجي معك. العدد هو 706 606 506. اللي نجوا اللي نجوا اللي نجوا اللي عاشوا اللي يعني عاشوا نجوا من الغرق 706. رغم اني انا بعرفش بالضبط شو الاجابه بس هيك يعني حظ. يعني انت بجوز تغير احسن. انا بقول لا 706 خلينا. انا بقول لك مزبوط 706. يعطيك العافيه شكرا لك كثير. وهي هديه من مجوهرات ابو فول في مجمع النخلة في كفر قرع. وتحية عطرة وكل عام بخير. وانت بخير الله يسعدك. تسلم شكرا. ومشكورين برضو اللي داعمين على هذا البرنامج الحلو. أعزائي احنا متواجدين في ممشى اللي هو الغربي في كفر قرع. تحية معنا نتعرف عليك. علاء أبو عطا. علاء أبو عطا شو بتشتري؟ علاء تخني غاز. أوه شو غاز بيتي ولا غاز تعسية يعني؟ تعسية أشهر. طب هذا بده شهادة؟ لا أو صحيح لازم يكون مرخص الواحد. صحيح. وانت عمل الترخيص يعني؟ صحيح. ما شاء الله. كيف رمضان؟ الحمد لله. ما لك قول الحمد لله خذ وعطي. كتلتني. كتلتني تعبان فكنت امشي تعبان. يعني رمضان منيح السنه طريقه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وانت يعني بتحس بشيء جميل في رمضان؟ شو اللي بتحسه برمضان بتحسوش كل السنة؟ يا الله كل وذلة بتجوع. غصب عنك دكش الطب بشي. ما شاء الله. جو مع انه السنة شوي مأكل بس الجو جو رمضان جو خاص يعني. خاص مميز. مميز. لا إله إلا الله الحمد لله ما شاء الله. طيب عمي هسه بدي أسألك سؤال بكلك هيك. أيهما أوفر أن تدعو صديق إلى السينما مرتين أو تدعو صديقين مرة واحدة؟ صديقين مرة واحدة. وليش يعني؟ صديقين مرتين يعني انت داعيهم مرتين. صديقين مرة واحدة اثنين ضارب عصفورين بحجر. يعني وين وفرت؟ في اثنين في الدعوة الأولى في الدعوة ومرة واحدة لصديقين. فعلا هذا الجواب مظبوط. أحسنت وإلك جائزة من ديزول وشكرا إلك وكل عام بخير. أنت بألف خير بارك الله بيك. شكرا. طور روحك يا عمي.